ما تنزل مصطفى ده. لا انا من بدايه المباراه يا اسلام، من بدايه المباراه وصلاح ده يلعب راس حربه وعندك زيزو تحت، يعني ما تبداش بمصطفى محمد. لا تبدا بصلاح. هو مصطفى محمد عمل ايه؟ الكره اللي في العارضه مع فرقه زي دي يعني حتى جود. لو بيرجعه تاني للتهديف ده هدف. بص مصطفى محمد ده ما يلعبش الا في الماتشات اللي فيها الكاميرون، اللي هي فيها قوه. ايوه قوه وشراسه على المدافعين وبعدين هتستنى ان هو ما تستنوش يجيب جون، هتستنى بس ان هو ما يخلكش الاربعه يزيدوا. انت واخد بالك في الماتشات دي ماشي، انما انت عندك دلوقتي ماتش خفيف ادي لصلاح عشان يبقى راجل معدي الفتره اللي جايه في الهداف بتاع مصر. الكلام ده هيزعل حسام، بس انا بقول لك ان دي فرصه النهارده. هل ان هو لو بيلعب صلاح بيلعب فرقه زي الجزائر او تونس او الكلام ده هتجيله الفرص دي كلها؟ لا طبعا. واخد بالك؟ فانا بقول ايه، فرصه للعيبه اللي عندها حلول ان انت تستغل امكانياتهم. بقول لك مصطفى بيعرف يجيب جون، مصطفى فتحي، وعندك صلاح بيجيب جون، وعندك تريزيجيه، ومن ورا وعندك زيزو وممكن النني وممكن امام عاشور. فتوح النهارده اللي هو سمع كلامي لما انا بقول له انت عملت كام اسيست، النهارده عمل 2 اسيست لاني ركز في كلامي. طب النهارده يبقى لما مع اني فرقه ضعيفه وكل حاجه، بس هو حط في دماغه ان انا اروح وابص وارفع عيني واعملها لصلاح في الكورتين. طيب كبرضا بمنتهى الامانه، ماشي، لو انت مكان فيتوريا وانت ضميت خلاص احمد فتوح، تلعبه اساس النهارده ولا تلعب محمد حمدي باعتبار انك انت كنت بتدي محمد حمدي على طول، ولا تلعب احمد فتوح عشان ما تبقاش انت جبته ما لعبتوش فتحصل مشكله اكتر، ولا فنيا لازم يلعبه علشان يجيب ماتشات وياخد خبره؟ انت بكلامه وانت الامانه وانت فتحت قصه احمد فتوح، تلعبه ولا لا؟ لا غلط نفسه يا كابتن ومكدوش. سيبك من مكدوش، انت خدت يبقى هو بيلعب خلاص من الاخر. ماشي هو بيلعبه عند انا خدته وبلعب. طب ما لعبتش ليه النهارده؟ ماشي بس هو احسن مع الوضع في الاعتبار. احمد فتوح هو افضل ظهير رئيسي في مصر، ما اختلفتش معاه. طب ما كانش بيلعب لا سنة ماتش الجزائر الاخير احمد فتوح ما لعبوش ليه؟ ملاوي واللي قبليه وتونس وي احمد فتوح لعب ماتش، لا ده لعب اللي هو زامبيا. واخد بالك؟ قبليها اكدوا لي بس قبليها محمد حمدي هو اللي بيلعب، وحتى لو هو بدا بيه بيقوم جاي مغيره ولعب محمد حمدي. ايوه ماشي بس الماتشات الكبيره احمد فتوح يعني لا مش محمد حمدي. محمد حمدي لعيب هايل ومميز وظهير ايسر والراجل بيحبه. ماشي والراجل بيحبه انت عارف ليه؟ بس احمد فتوح هو افضل ظهير ايسر في مصر يا عم. انا ما اختلف ده من الكلام ده من بطوله الامم الافريقيه اللي فاتت انا وقلنا الكلام ده. بس انت دلوقتي محمد حمدي لعب الجزائر صح زي ما حضرتك. ايوه واحمد فتوح وانا ماشي انا مذاكر الكلام ده تمام. احمد فتوح لعب زامبيا وخرجه ولعب محمد حمدي في الاخر. واخد بالك؟ وجي بعد كده بدا بماتش الجزائر بدا بمحمد حمدي. بص يعني كده بيلعب فتوح يعني لعب مثلا في ماتش هو بيلعبه في الماتش ده. طب اقول لك على حاجه، مش عارف في ماتش تونس ولا ماتش ايه غضب احمد فتوح وعمل نفسه مصاب ومشي من المنتخب وقال لك هو مصاب والكلام ده لما حس ان هو مش هيلعب وبدا بمحمد. مش فاكر بس كان في ماتش ودي واخد بالك؟ معرفش هو. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره، والخواجه معكم كوره. وضيفنا النهارده الكابتن رضا عبد العال دايما محيرنا بقراراته، وهو عايز يقول مباراه سهله زي دي لعب فيها الحريفه. الحريفه لما بتنزل بتتعب الفرق اللي هي مش على مستوى العالي زي جيبوتي تصنيف ثالث او تصنيف رابع بصرف النظر عن قيمة وقامة منتخب جيبوتي. لكن رضا عبد العال عايز كل ما تلاعب لاعب حريفة زي مصطفى فتحي زي زيزو زي تريزيجي زي ما ذكرش مرموش، لكن مصطفى محمد لعيب قوي، لعيب عايز منتخبات كوتوفار كاميرون غانا، عايز منتخبات فيها قوة. لكن المنتخب بجيبوتي منتخب بيلعب كورة على قده، بيلعب كورة في المتناول،
تقدر ان انت ونفسه فعلا الفرص الكتيره اللي جت لمنتخب مصر مش هتجيلك في مباراه صعبه زي الكاميرون وكوتوفار والسنغال والجزائر وتونس وحاجات زي كده. السؤال على فتوح، فتوح رضا عبد العال بيقول لعب عند، طب هو جاهز؟ لا مش جاهز. بيلعب مع الزمالك؟ لا بيلعبش مع الزمالك. بيتمرن مع الزمالك؟ لا ما بيتمرنش مع الزمالك. طب لعب ليه؟ حظ فتوح وحظ روي فيتوريا ان المباراه تستحمل، وفتوح عمل اسيستين، لكن محمد حمدي ذنبه ايه؟ ما تعرفش. دي وجهات نظر المدرب روي فيتوريا، زي استبعاد الثلاثي قرار قوي، قرار هيتوقف عليه القرارات اللي جايه. انت كده حطيت نظام لمنتخب مصر وحطيت سيستم لمنتخب مصر، مفيش هزار، ماليش دعوه بالانديه، انا صاحب القرار الوحيد. الباب مفتوح للثلاثي للانضمام في معسكر كاس الامم الافريقيه، ولا قضي الامر الذي فيه تستفتيان؟ محدش من الثلاثه هيشوف منتخب مصر تاني، خصوصا انت عندك 18 نادي تقدر تختار منهم، ولا الباب مفتوح للثلاثي عند تعلقهم؟ اسمع رايك في الكومنتات حبيبي خواجه.